Salut Ibnat, Kiderine, vous allez comme ça, comment ça allez comme j'espère que vous allez très très bien. Alors, vidéo d'aujourd'hui, d'ailleurs, vidéo d'aujourd'hui, d'ailleurs, n'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Mouhim. عرفتي اول مره اول مره تحلي الكاميرا وتباني قدام لا كاميرا باش ديري اون فيديو سي با فاسيل وحق الله شحال هادي كنت ندير دي فيديو ما كنبانش فيهم كانت تجيني ساهله كندوي كيف ما جات الهضره كتخرج وصافي والدنيا يعني ولكن دابا ما فهمت تنقول الهضره ما كتعجبنيش وجهي ما عجبنيش المهم سي با غراف ما غنمسحش هاد لا فيديو هي الاولى ليا في القناه وملي غادي نولف على لا كاميرا بيان سور حتى لا كاليتي ديال لي فيديو غادي تاميليورا وغنولي نرجع لهاد لا فيديو الاولى ونضحك على راسي واحد شويه سي با غراف المهم في هاد الفيديو جبت لكم واحد الماسك زوين 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 بزاف هو ماسك تبيض الوجه وكيصفي الوجه وكيحيد لها فيه تصبغات وداكشي زوين بزاف تيصفي الوجه المهم هذا الماسك هو عباره على نشا كلشي كيعرف النشا المايزينا فوالا مايزينا وما ورد ساهل بزاف 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 كتخلطيهم بجوج كيعطيك بحال هذا الخليط هذا بحال الحليب كتابليكي على وجهك كتابليكي مزيان ديجا انا نادير ليا واحد ثلاثه ديال الحبوبات مع اول فيديو مثلث برمودا كما تيقولوا نهار نبغيك وجهي تير مشوك المشاش هي داكشي اللي طرا ليا انا البارح ملي قلت غادي غدا ندير فيديو صبحو نايضين ليا ثلاثه ديال الحبوبات والله الا مثلث برمودا وحده جوج ثلاثه المهم كيف ما قلت لكم جبت لكم الماسك ساهل ومفيد ما تديوش على الصداع راه مايض عندي الحرب في الدار وليداتي كاينين راكم عارفين نهار الحد ديما الولاد كيديروا الحيقه في الدار المهم ما تديوش على الصوت الا سمعتوا شي صوت عجيب غريب ما تديوش عليه راه غير ولادي هذوك المهم الماسك اللي قلت لكم اليوم هو النشا وما ورد غادي نفسر لكم ونشرح لكم كل ماده بوحدها الفوائد ديالها للبشره غزال بزاف بزاف النشا اول حاجه كيحتوي على فيتامين سي فيتامين سي اللي كيحسن بنيه الجلد وكيقلل في ظهور التجاعيد ما كيبانوش لك في سن مبكره يعني في عوض ما يبانوا لك بالحق خاص المداومه انا كنقول لكم الحاجه المواد الطبيعيه ضروري خاص بنادم يداوم عليها الا ما داومتيش عليها بحال كتخوي المفرمله بالمداومه كتقللي ظهور التجاعيد في عوض ما كانوا التجاعيد يبانوا لك على 30 35 كاع يوليو يبانوا لك حتى على 45 الفوق فهمتيني بالمداومه على لي ماسك وبالمداومه على لي سوان دو فيزاج وليدغاتاسيون وتشربي الماء وبزاف ديال الحوايج المهم هذه اول حاجه وكذلك فيه الفيتامين B2 B1 اللي كيعززوا لينا الصحه ديال الجلد وكيرطبوه وكيجدد لينا الخلايا ديال البشره من خلال المعادن اللي كاينه فيه بحال الحديد والكالسيوم وكيفتح لينا حتى البشره الا كانوا فيها شي بقع ولا اثار ديال الحبوب قديم ولا شي نبشه مع المداومه ما كيبقاوش وكتفتح لينا حتى لا كولور ديال البشره وعلاش تفتح لينا لا كولور ديال البشره حيت كيحتوي على واحد المكون اساسي في التفتيح ديال البشره هو الفيتامين ا وفي التقشير ديالها كيقشر وكيفتح او ميم طون يعني بالمداومه على الماسكات اباز نشا كتفتح لينا البشره وكيحيدوا لينا حتى البقع الداكنه فيها وكيعالج لينا الحروق اللي كتسبب لينا الشمس والالتهابات كيعالج لينا الطفح الجلدي والالتهابات والحكه حيت فيه بزاف ديال مضادات الاكسده ومضادات الالتهابات وفيه حتى دي سيتان انتي باكتيريان
شنو بغيت نقول عاوتاني؟ كينظف البشره، البشره الدهنيه كيحيد ليها كاع دوك الزيوت الزائده في البشره، وكيعاون باش ما تكونوش لي بوين نوار. عرفتي عندهم فوائد بزاف بزاف لا تعد ولا تحصى. اشنو عاوتاني مزيان؟ بلاش يا ربي تفكرني في الشهاده. المهم داكشي اللي في دماغي راه قلتو، اللي كيعرف فوائد وحدين اخرين لنا شي يشاركهم معنا. دابا ندوزو الماورد. تقريبا الماورد والنشا فاش مشيت نقلب في الانترنت لقيت تقريبا عندهم نفس الخصائص بحال النشا بحال الماورد. حتى ماورد كيتميز بمضادات الأكسدة، سيت ان انتي باكتيريان، كيلطف الجلد، كيهدئو الا كان فيك الاحمرار، الا كان الحبوب حمرين كيعاون على كيساعد باش يحيد لك حب الشباب، كيرطب حتى هو البشره، كيحيد لي غيد. لقيتو هو والنشا كيتشابهوا في بزاف ديال الخصائص، يعني بجوج بيهم ماسك ممتاز جدا للبشره الدهنيه، البشره الجافه، البشره المختلطه، البشره الحساسه، يعني جميع انواع البشره يقدروا يستعملوا هاد جوج ديال المكونات. ما كيضروش، كيلطفوا بالعكس. هما الا كانت عندك الحكه ولا البشره ديالك ملتهبه، يعني هاد الجوج ديال المكونات مزيانين بزاف بزاف، يعني ما كيضروش. وكم طريق كاين فيهم. هو دابا راني هضرت بزاف، شرحت لكم كل شيء داكشي اللي خصكم تسمعوا. اول حاجه كنصحكم واحد النصيحه لله في سبيل الله، بغيتوا ديروا شي ماسك من اليوتيوب تاكدوا من المواد اللي في الماسك، واش غيقدروا يديروا لكم شي التهابات، واش يقدروا فهمتيني. كاينين شي بنات الله يسمح ليهم راه كنشوف في اليوتيوب، كنشوف دي فيديو راه كيخلطوا شي خلطات راه الخطر صافي، كيخلطوا الصابون مع دي برودوي كيميك بومادات، ما فهمتش. انا ما نقدرش ندير هذوك لي ماسك لوجهي، نخاف. انا ما كنقولش راه تيكذبوا في لي فيديو، هما بوتيتغ البشره ديالهم تستحمل داكشي، ولكن البشره ديال واحد اخر اللي عنده بشره حساسه ريفه هذا يمشي يشوف داك لا فيديو يديرو بلا ما يفكر مشات ليه لابو ديال الله يرحمها. المهم اول حاجه ما تزعموا على الماسك حتى تشوفوا لي زانغريديون اللي فيه، واش تقدروا تزعموا عليهم ولا لا. المهم هضرنا بزاف، دابا التطبيق. بسم الله، هو راه كيجي بحال الماء ولكن سي با غراف. كتخليه حتى كينشف عاوتاني وكتعاود دوزو كوشه واحده اخرى. تقدروا ديروا حتى لتحت العين حيت هو كيحيد حتى الهالات السوداء من تحت العين. باش ما نطولش عليكم البنات نمشي ندير لو ماسك كامل لوجهي باش ما يجيش الفيديو طويل، ديجا راه هضرنا بزاف، ونرجع لكم. اي فوالا كيف ما كتشوفوا درت وجهي كله وعنقي حتى هو باسكو فيا هنايا شي حبيبات، سي لوكازيون ينشفوا حيتاش النشا والمورد كينشفوا الحبوب. درت عيني من الفوق من التحت فمي بارتو بارتو بارتو، غادي نخليه حتى ينشف مزيان ياك. ودابا راه بدا كينشف واحد شويه، غنزيد كل مره فين ما ينشف واحد شويه ياك غادي نزيد حتى ندير ان بون كوش، ندير ان بون كوش مزيانه، نخليها حتى تنشف حتى هي ونحيدها ونغسل وجهي. ممكن
كمل عاوتاني وجهي بحال هكا لاكوش الثانيه ونخليها حتى تنشف جهد 15 دقيقه هكاك ونغسل وجهي مزيان ونرجع لكم باش نكملوا الفيديو. فوالا النتيجه النهائيه، انا غسلت وجهي، هانتوما كتشوفوا النتيجه فوريه، كينشف لك الزيت اللي كاين في داك الوجه، كيبيض سوغ بلاص. انا ملي كنسالي الماسك، اي ماسك درتو ملي كنسالي كنرطب، ضروري من الترطيب من وراء اي ماسك. فوالا هنا كنقول لكم بصحة وراحة لو ماسك، نتمنى تجربوه، ما تنساوش تابوناو لاشين ديالي، خليو ليا واحد لو لايك ولا ديزلايك اللي بغيتو اللي عجبكم. عجبكم لو ماسك خليو ليا لايك، ما عجبكمش دير لايك، خليو ليا دي كومونتير، شاركوني رايكم في هذا لو ماسك، واش عجبكم ما عجبكم، ولا واش جربتوه ما جربتوش، كي جاتكم النتيجه. كنقول لكم تهلاو في راسكم، شكرا بزاف بعدا على الدعم ديالكم، على الاشتراكات ديالكم، اللي جديد في لاشين مرحبا به، واللي قديم مرحبا به حتى هو، كنموت عليكم، كنتسطى عليكم، كنحمق عليكم، كنتمنى نكون ما خيبتش الظن ديالكم فيا، ما عرفتش كيفاش كنتو كتصوروني قبل من هذا الفيديو. المهم ها انا هادشي اللي طاب الله، نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، تهلاو في راسكم، بيزويات، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، باي باي.